خليني أكلمك إزاي نحمي ولادنا، وده الأهم. يعني أنا لو أسرة فيها مرض مناعي أعمل إيه عشان أقلل فرصة إن ولادي يجيلهم أمراض مناعية سواء الإم إس أو غيره؟ نمرة واحد، خلي بالك من وزن الطفل. الزيادة في الوزن أو الأوبيزيتي أو السمنة واحد من عوامل الخطورة للأمراض المناعية ومنها التصلب المتعدد. التدخين السلبي أو لما يكبر شوية التدخين الإيجابي. فلو في أب بيدخن في المنزل أو أم لا قدر الله والأطفال بيشموا الدخان أو السجاير، ده واحد من أسباب حدوث التصلب المتعدد وزيادته، فبلاش يبقى فيه تدخين في البيت. فيتامين د، فيتامين د له علاقة مباشرة بزيادة استعداد الإصابة بالتصلب المتعدد ونشاطه. فلو أنا في أسرة فيها مشاكل مناعية أرجوك حللي لطفلك أو ابنك أو بنتك فيتامين د، ولو لقيتيه ناقص من فضلك صلحيه. الرياضة، الرياضة دلوقتي بتخش إنها جزء أساسي من تظبيط الجهاز العصبي، فياريت نخلي ولادنا يشتركوا أو يلعبوا رياضة، ولو ما فيش فرصة في اشتراك في نادي أو حاجة غالية يبقى تمشية أو حاجة يعني نمارسها على الأقل 3 أو 4 مرات في الأسبوع، أو يلعب حتى زي ما أنت بتقولي كورة يعني أو حاجة في الأجازة. مهم جدا التغذية. الحقيقة التغذية والفاست فود دخل كعامل مؤثر شديد في حدوث الأمراض المناعية ومنها التصلب المتعدد. عايزين نرجع للأكل اللي في البيت. يعني كل الحاجات، المياه الغازية والحاجات اللي هي مصنعة والأكل اللي من برة اللي مليان دهون مشبعة، ده مش مطلوب. الحقيقة كمان الأكل القديم بقى يا دكتورة، الأكل الترند اللي مليان جبن ومليان مش عارفة ايه. وهتفاجئي كمان ان اللحمة مش من الحاجات المستحبة قوي بالنسبة للناس اللي عندها أمراض مناعية، فلو قدرنا نستغنى عن اللحوم الحمراء ونبدلها بلحوم بيضة يعني منها بالأخص الأسماك هيبقى أفضل. فدي من الحاجات المهمة. بالنسبة بقى للبالغين بزود عليهم الاسترس. الحقيقة حديثا لقيوا ان التعرض للضغط العصبي بيزود احتمالية الإصابة بالتصلب المتعدد ونشاطه أكتر من 50%. فالاسترس اللي احنا طول النهار فيه سواء انت هتحطي طفلك أو انت لما تكبري تبقي فيه، ده بيزود استعداد الإصابة بالأمراض المناعية. فاحنا دايما بنقول الوقاية خير من العلاج، وبرضو نبعد عن جواز القرايب. كل ما اتجوزنا من بعض أو قرايب أو ناس عندها المرض كل ما زودنا الاستعداد في ولادنا ان يجيلهم، عشان في لازالت مناطق كتيره الناس بتتجوز ابن عمي وابن خالي وبنت خالتي. يمكن كمان حتى برضه لازم يبقى في تحليلات، تحليل قبليها طبعا. الحقيقه ما عندناش تحليل مؤكد سابق للخلفه، لكن اللي اقدر اقوله لحضرتك لو في حد من الابوين عنده تصلب متعدد استعداد الطفل ان يجيله من 2 لـ 4%. لو احنا الاثنين عندنا ام اس الاستعداد بيطلع او بيزيد من 2 لـ 4% لـ 25 أو 30%. فدايما الوقايه خير من العلاج. يمكن عشان كده فحص رغيبي الزواج متاخد بامور جديه. يا ريت دي حاجات بس يعني كل ما تباعدنا وما اتجوزناش من نفس العيله ايا كان كل ما قللنا احتماليه جميع الامراض الوراثيه.